الكتة تقع على منطقة جغرافية على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، محاطة بالغابات الطبيعية. وادي الطواحين، وادي الكتة كان يسمى وادي الطواحين لكثرة طواحين المياه. من المعالم الأخرى المسجد العمري في قرية الكتة. هذا المسجد بني أيام الدولة الأموية، وفي بدايات 1984 تم ترميم المسجد أيضا وتحديثه من قبل أهل البلد، والآن يستعمل للصلاة والعبادة. مدرسة الكتة الأميرية التي بنيت عام 1920 وقد كانت للتدريس طلاب الكتة والقرى المجاورة. البيوت التي يسكنها الناس كانت بيوت من الحجر والطين في مركز البلد هنا، ويعني يبنوا بعضها بأنفسهم ويستعينوا مع بعض بعملية تطيينها بالقش والطين قبل فصل الشتاء. مقتنيات البيوت الحقيقة في ذلك الوقت كانت بسيطة ولكنها حيوية وفعالة، وأدت إلى يعني إنتاج شيء مميز. وعنوان تلك المرحلة فيما قبل الستينات هي عنوان الاكتفاء الذاتي، يعني هذه القرية كانت مكتفية ذاتيا بل وتصدر يعني من منتوجها وتخزن للأعوام القادمة من باب الاحتياط. اللباس الدارج في ذلك الوقت في قرية الكتة للرجال والنساء، الرجال كانوا يلبسوا المزنوق والحطام، أما النساء فتلبس المدرقة والملفع. العمل كان يعني في السابق هو الرجل والمرأة، يعني أنا أركز على جهد المرأة بالذات في ذلك الوقت. المرأة بالإضافة إلى قيامها بأعمال المنزل الطبيعية وتربية الأبناء تشارك الرجل في كل أعماله ابدا، بالاضافه الى هي مسؤوله عن امور اخرى. يعني كثره عيون الماء في المنطقه، لم تكن هناك شبكه للمياه، النساء كانت تحضر المياه من للشرب ولاغراض المنزل على رؤوس من العيون المنتشره في القريه، اكثر من 15 عين مياه في قريه الكتة. عند الحديث عن العادات والتقاليد لابد من الحديث عن الأعراس والزواج والعراس ومناسبات الأعراس والنشاطات الاجتماعية اللي بتدور في الأعراس، يعني بشكل عام يعني دائما تذكر في موضوع العادات والتقاليد. بالنسبة يعني العادة اللي جاري عندنا هنا، أول ما يعني ما يبدأ التعارف بيذهبوا، يعني بيكون في والدة الشاب اللي بده يخطب، والدته وخواته بيذهبوا لأهل الفتاة وبتعرفوا عليهم. يعني هذا هيك يعني العادة اللي جاري عندنا. التعارف بيتم من خلال النساء بالأول، بيكون في تبادل زيارات، بعدين بعد ما تنتهي المرحلة ويصير في إنه التوافق بصير عندنا إحنا الجاهة، والجاهة معروفة وفنجان القهوة وإجراءات الجاهة. كان لما يصير في حفل زفاف أو عرس كل البلد تنبسط، وكان عدد السكان قليل، وكان السهرات ممكن تأخذ 3-4 أيام، تبدأ من يوم 2 أو 3 وتنتهي بيوم الجمعة، يوم اللي يكون فيه زفي وزفوا العريس لمكان مهم. كان أغلب موقع كان يزفوا فيه اللي هو مدرسة الكتة، لأنه مدرسة أثرية وقديمة جدا لها رمزية عند أهل الكتة، فكانوا يزفوا العريس للمدرسة وبعدين يكون فيه غداء. كان التكافل الاجتماعي في السابق عبارة عن الفزعة والعونة اللي كانت عند الناس كلياتهم، فكانوا لما يصير موسم الحصاد يعني يفزعوا للي عنده حصيدة، للي تأخر بالحصيدة يفزعوا له جيرانه وقرايبه ويحصدوا معاه. موسم الزيتون إذا واحد عنده مثلا ملكية كبيرة وزيتون كثير ويتأخر يفزعوا. حتى البيوت أنا يعني بتذكر وإحنا صغار كانوا يفزعوا لما واحد عمر بيت أو يصير عنده صبت السقف، الناس الجيران كلهم يكونوا موجودين. هذه البلدة فيها من الناس الطيبين الخيرين اللي لا يعد ولا يحصى، اللي جاهزين دائما لتقديم يد العون للناس كلاتهم. بالمقابل في كمان يعني مجموعة من الشباب اللي دائما مبادرين، مجموعات مش مجموعة، يعني ممكن يكون كذا مجموعة اللي بيبادروا وبيقدموا وبيكونوا جاهزين إنهم يأخذوا على عاتقهم أي مبادرة.